هل للمرأة السفر لوحدها خاصة أن الرفقة اليوم باتت آمنة؟ والله أخي هذه المسألة ليست مسلمة. أنا أعرف شيخنا الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله، وكان يتهم بالتساهل في بعض المسائل الفقهية في مسألة سفر المرأة منفردة، كان يشدد في ذلك. طبعا التشديد يسنده النص، حديث النبي عليه الصلاة والسلام واضحة في ذلك، لا تسافر المرأة إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها. طبعا أحاديث قالت 3 أيام بلياليها، أحاديث قالت يومين بلياليها أو يوم بليلة بليلة. فالأحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتؤكد على ضرورة وجود المحرم. هلا قضية الرفقة والأمن هذا اجتهاد. الإمام الشافعي لما عدل عن قضية المحرم إلى قضية أمن الطريق استند إلى حديث ورد في مورد آخر وليس في مورد المسألة، حديث الضعينة. حديث الضعينة قال يعني والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى تسير الراكب، أو قال تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت. طيب هو والحديث ما جاء ليقول أنه هي سارت وحدها، ربما معها محرم، هو يتكلم عن جانب الأمن وليس نصا في الباب، لكن الشافعي رحمه الله ربما استنبط هذا. بالمناسبة ما ورد من هجرة بعض الصحابيات رضي الله عنهن ومنها هجرة أم سلمة مع غير محرم، هذا كان للضرورة، هي تريد أن تنجو بنفسها، تنتقل من دار كفر، يوم أن كانت مكة دار كفر إلى دار الإسلام، هذا لا يقاس عليه. طبعا إلا أن نقول هناك حال الضرورة، نحن نقدر حالات الضرورة أو الحاجة الملحة، أحيانا ننزل الحاجة الملحة منزلة الضرورة، لكن أنا أقول في الأحوال العادية. طيب امتثال النص. سن المرأة شيخ.